إلى إنجاز ثقافي. رح نحكي عن رواية وتأويله الشغف، يعني الاسم حتى يسترعى الانتباه. الكاتبة في البداية قايلة بعض الروايات قد تصاغ في الحقيقة وبعض حقائق قد تصاغ في رواية. لحتى نتعرف أكثر عن الحقائق اللي تم صياغتها في هاي الرواية، معنا اليوم بها الصباح الكاتبة آلاء اقتشاط. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباحك وطن يا ربي، وبشكركم على استضافتي على شاشة التلفزيون الأردني التي هي الأم والأب لكل مواطن أردني. شكرا كثير لكم حبيبتي، نورتينا بهالوجه السموح على هالصباح. شكرا. يعني الاسم دائما يمكن قلنا بيلفت النظر، وتأويله الشغف. نعم، عن صحيح. اختيار اسم الرواية، حقيقة اسم الرواية شوي يحتوي الغموض. كلمة التأويل يعتقد بعض الناس أنها مرادفة للتفسير، لكن هناك فرق شاسع بينهما. أولا، التفسير يندرج تحت الإيضاح والبيان ومبني على حقائق علمية، لكن التأويل يندرج تحت الميتافيزيقيا وهو يندرج تحت معنى الإشارة. التأويل دلالة الغموض ودلالة الغيبيات، لذلك اخترت التأويل. التأويل والشغف، الشغف بالثلاث مواضيع الرئيسية أو الثلاث محاور الرئيسية. صحيح. بتبحث فيهم الرواية، الوطن والدين والشجن. والشغل. نعم، الشجن. نحكي أكثر عن هدول الثلاث محاور اللي ضمنتهم الرواية وكيف تم معالجتهم. حقيقة الرواية جاء طرحها بسلاسة قصة حب. قررت فيها أني أناقش المفاهيم الثلاثة برؤية جديدة موسيقية، خلينا نحكي، وهي الوطن والدين والشجن. هذا الثالوث أعتبره ثالوث مباح إن تم فهمه بفهم صحيح. الوطن أصبح مستباحا برسم التجزئة، الدين أصبح مستباحا برسم الأيديولوجيات السياسية، وأيضا الشجن أصبح مباحا أو مستباحا برسم ابتذال الجسد وعدم فهم العاطفة. لذلك قررت أن أنجب هذه الرواية لتعالج هذا الثالوث حتى يصبح مباحا ومتاحا لدى الجميع. كيف ضميتي المفاهيم الثلاثة أو هذا الثالوث من خلال قصة الحب اللي بتتضمنها الرواية واللي بتحكي عنها الرواية؟ سيدتي، عادة المعنى والكينونة نعبر عنهم خلال اللغة، وأنا دائما أكررها، أن تكون عربيا يعني أن تكون عاطفيا بالفطرة. لذلك قررت أتسلل إلى وعي إلى اللاوعي لدى القارئ، وأناقش هذه القضايا الثلاث بفهم مؤتلف موسيقي، عدا أنه يكون كتاب علمي أو إلى آخره أو تاريخي. نعم، احنا بنحكي عن الرواية، ما بنحكي عن الروايات، عدد الكاتبات أو الراويات السيدات أو الفتيات اللي بيكتبوا بالرواية، وخصوصا لما بتكون طويلة، يعني عدد قليل. الصبح كنا بنقول إنه الرواية بدها يكون المحفاضي. صحيح. ويعني وقاعد لحد يعني الواحد يطلع عنده هاي الكتابة لحد ما يقدر يسرح بخياله ويعني تتسلسل الأحداث معه. صحيح. وإحنا دائما في عصر السرعة، وخصوصا فتياتنا اليوم ما شاء الله يعني بتشيل مليون شغلة مع بعض. صح. فبالتالي قديه صعب أنك تقعدي وتركزي في رواية لحتى تقدري تتسلسلي بأفكارك وتتسلسلي بأحداثها. أعود لفكرة الوطن والكينونة والمعنى. المواطن العربي بعيش جواته حالة اقتصام الوجدان، فالحالة موجودة منذ الفترة. أحيانا أو في معظم الأحيان كل كاتب بيكون له حالة شعورية معينة. الحالة الشعورية اللي بتستوحيني طبعا الهدوء. لازم مثلا أسمع قصائد لمحمود درويش حتى أرجع أبدأ أكتب، عشان تاخذك للوطن. بالضبط، عشان تاخذني للوطن. بالضبط. ألا هاي الرواية الأولى إلك؟ نعم، صحيح. كان إطلاقها في مركز الحسين الثقافي برعاية معالي أستاذ محمد داودية. نعم. تحكي لنا عن أول رواية اللي أخذت منك وقت، وتحضير للرواية الثانية إن شاء الله. إن شاء الله الرواية القادمة قريبا جدا.
رواية استغرقت مني 5 أشهر كتابتها وربط الأحداث. وطبعا واجهت صعوبة في النشر كأنشر أول رواية، لكن دار المناهج تضمنوها وتضمن هذا العمل، وطبعا الشكر الجزيل لهم بعود. يعني أكيد رح نواجه صعوبات أثناء الكتابة أثناء النشر، لكن بالنهاية الشخص أو المواطن العربي رح يقدم مولود جدا رائع إذا حكى هاي القضايا اللي كنا بنحكي عنها. بتعتقدي، في سؤال سريع وأخير، بتعتقدي الرواية الطويلة لا زالت لها رواج، وخصوصا احنا بنحكي بعصر السرعة ويمكن القصص القصيرة وسريعا ما نقرأ، لكن دائما أنا بقول لما الكتاب بشدني بلاقي وقت إني أخلصه. صحيح. لكن قديش بتلاقي لها رواج لسه الرواية؟ لسه موجود رواجها لحد الآن، خاصة إذا العنوان شدك أو إذا الكاتب شدك أو قارئ له من قبل، أكيد رح تقرأ له رواية لو بألف صفحة كانت، فلسه إلها الرواج طبعا كونها أصلا نص أدبي. فالأدب لا ينتهي، الأدب مخلد، فكونها نص أدبي فأكيد رح يضل إلها رواج. أنا لما بكون كتاب شاددني يمكن بكل ركن بالبيت بكون الكتاب بإيدي لحتى أخلصه. أنا بدي أشكرك ألاء، وبدي أقول لك يعطيكي ألف عافية، وأتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله بالرواية القادمة. شكرا لك، شكرا كثير. أعزائي، رح ننتقل وإياكم إلى الفقرة الأخيرة مع مشحم وضيفه الكريم للحديث عن شبكة تثقيف الأقران واي بير. بس بحب يعني قبل ما أسلم مشحم بحب أشكر كل فريق العمل اليوم، المشرف العام مأمون مساد ومخرجنا حسين تيم والمعدة هلا نوفل ومحمد الرواد. مني أجمل تحية، وبعد الفاصل رح تلتقوا مع مشحم.